البحر ومساهمته في التنمية المحلية كان عنوان المائدة المستديرة التي تم تنظيمها خلال فعالية مهرجان قوافل في نسخته السادسة بشراكة مع المرصد الجامعي لمهن ممارسة الإعلام وبتنسيق مع مندوبية الصيد البحري لسيدي إفني والتي عرفت حضور مسؤولين ومهنيين في القطاع البحري. وكما لا يخفى عليك فقطاع الصيد البحري بالإقليم يعني كيلعب واحد الدور أساسي جدا وكاعتباره بأنه أحد الدعامات الأساسية في الاقتصاد يعني محليا كذلك جهويا. فبتنسيق مع الإدارة يعني المنظمة لمهرجان القوافل في الدورة السادسة يعني تم اختيار يعني هذا الموضوع ديال تحدث أو إحداث يعني مائدة مستديرة حول قطاع الصيد البحري والدور ديالو في التنمية. فكما لاحظتوا بانه من خلال النقاشات اللي كانت مستفيده وكانت حيويه وكانت فيها غير على القطاع وغير كذلك على الاقليم، الحمد لله كنظن بانها ما غاديش ممكن تكون الا يعني ايجابيه وايجابيه جدا. فلا لاحظت بان التوصيات كنظن بلغ تجاوزت العدد ديالها 21 توصيه اللي كلها كتصب يعني في ضروره العمل جماعه يعني نحن كادارات مسؤوله على القطاع ولا كمهنيين يعني ولا كفاعلين جمعويين من اجل الحفاظ على الثروات السمكيه. يعني والعمل كذلك على تحسين الظروف المعيشيه ديال البحر اللي كيبقى هذا من الهموم الاولى ديال الاداره واللي كيمكن نعتبره احد يعني احد الركائز الاساسيه ديال استراتيجيه علي بتيس. لور دو سيت تابل روند نو افون اون كونسرتاسيون افيك لو فوروم سيدي إفني عايد معمران نو افون ميزي سور لامبليكاسيون دي بارتنير اي انستيتيوشنيل afin de discuter, de débattre sur le secteur de la pêche. Donc la délégation direction régionale du ministère de l'Agriculture et de la Pêche était là, l'INRACH au niveau recherche, idem, ainsi que les acteurs socio-économiques et société civile ont tous partagé lors de cette matinée ont débattu sur des sujets de forte acuité et d'intérêt du secteur et d'intérêt public également. L'ارتصامات ديالي بالنسبة لهذه المائدة المستديرة حول البحر ومساهمته في التنمية المحلية هي كانت فرصة طيبة للقاء وحاولنا نسمعوا لهم المشاكل ديالهم ونفهمهم اكثر لان عندنا دي كونتاكت معهم اكثر ولكن هذه فرصه طيبه باش نزيدوا نعرفوا المشاكل ديالهم ونفسروا بعض المسائل التقنيه لبعض الاسئله اللي حطوها لنا وبطبيعه الحال تنتمنى ان بحال هذه الفرص يكونوا اكثر فاكثر يتكرروا بشكل كبير وباش حنا نطوروا يعني الاساليب ديال البحث اللي تتوجه في يعني في مصلحة البحار والبحر والثروة السمكية اللي خاصها تكون بشكل مستدام الأجيال القادمة إن شاء الله. بالإضافة إلى المائدة المستديرة المتعلقة بالبحر نظمت ولأول مرة مسابقة في الصيد بالقصبة وذلك في إطار التعريف بشواطئ المدينة وتشجيع سكان المنطقة على الصيد التقليدي. مسابقة في الصيد بالقصبة جاءت بطبيعة الحال في إطار موضوع أو شعار المهرجان الذي هو البحر والتنمية المحلية. إذن في هذا الإطار تم تفكير في تنظيم هذه المسابقة بتنسيق مع جمعيات المهنيين البحارة بطبيعة الحال متخصصين في هذا الميدان. الهدف الأساسي بطبيعة الحال هو التعريف بالشواطئ للمدينة على اعتبار أن هناك شواطئ مميزة بالمنطقة تمتد على مساحة طويلة. كذلك الهدف بطبيعة الحال هو التعريف بمنتوج السمكي والترويج له وبطبيعة الحال العمل على تثمينه. لذلك فلأول مرة في إطار فعالية مهرجان قوافل تنظم هذه المسابقة ولأول مرة يتم إشراك المهنيين في قطاع الصيد البحري. في الأخير ثم تتويج الفائزين بمجموعة من الجوائز لضمان استمرارية المسابقة خلال الدورات المقبلة. ندور نوع مشاركة اليوم جاب الله اليوم بعدا كاين راه صيدنا مزيان كان البحر في المستوى ما كايناش الكورنتين ما كاين والو صيدنا بواحد الطعم زوين.